نعم، بعد تأكيد الملك عبد الله الثاني في لقائه اليوم مع الرئيس العراقي أهمية تعزيز التعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري وأهمية الاتفاقات المبرمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وضرورة ترجمة هذه الاتفاقات بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدان الثلاثة ولما تمتاز به العلاقات المصرية العراقية الأردنية من متانة وقوة تاريخية ومعاهدات تاريخية أيضا موجودة والسعي لزيادة التبادل التجاري المشترك بين هذه البلدان. أتت المشاريع المرتبطة بالطاقة في المقدمة، فمشروع الربط الكهربائي من المتوقع أن تنتهي مرحلته الأولى لبنية الربط الكهربائي بين العراق والأردن في نهاية عام 2022 كما صرحت الوزارة، وبذلك تتصل الشبكة الكهربائية بين البلدان ستصل هذه الشبكة بين البلدان الثلاثة، وهذا بالتزامن مع إصلاح الشبكة الكهربائية العراقية الداخلية. وأيضا نتحدث عن مشروع خط النفط البصرة سيناء مرورا في الأردن، ولهذا المشروع أهمية كبيرة إذ سيوفر منافذ تصدير جديدة قد تلبي متطلبات وتلبي الطموح، لأنه من المتوقع أن يغطي كامل احتياجات مصر والأردن مع توفر البنية التحتية للتكرير. ونتحدث أيضا عن استثمارات في الطاقة المتجددة والغاز والنفط عدا عن استثمارات في مجالات أخرى في الاقتصاد، نتحدث مثلا عن القطاع الزراعي وغيرها من القطاعات التي ممكن أن تنتعش في الفترة القادمة، خصوصا وأن الدول الثلاثة تعاني من معدلات مرتفعة جدا في البطالة، فالمواطنون يشتكون من هذه المعدلات وهذه الأزمة الحادة التي تمر فيها. لكن تحتل الأردن المركز 23 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، وواردات مصر من السوق الأردني ارتفعت خلال آخر سنة تقريبا بما يقارب 14%، والصادرات المصرية ارتفعت أيضا تقريبا بنسبة 60% عدا عن التبادل التجاري وغيرها من المشاريع القائمة في الوقت الحالي.